بسم الله. هنبدأ دلوقتي نتكلم على برضه لسه في الايونيك جافا سكريبت كومبوننتس، وهنتكلم على الهيدر. والهيدر احنا خدناه قبل كده كدفايه، هنا ببساطه ايون هيدر، يعني لو خدنا طبعا نتعامل معاه بسهوله. يعني ايون هيدر هنا بنشتغل معاه على ايون هيدر بار، وده بار الكلاس بتاعه بار بوزيتيف او اي لون من الالوان اللي احنا بنحدد. نحط جواه H1، ال H1 ده بيبقى عباره واخد كلاس اسمه تايتل، وبنحط التايتل اللي احنا عايزينه جواه خلاص. وطبعا ببساطه جدا التايتل اللي احنا عايزينه جواه بيطلع في التايتل بار فوق. لو احنا عايزين نعمل ستايلنج، في حاجات نقدر من خلالها نعمل ستايلنج للهيدر بار دوت، زي مثلا على سبيل المثال الهيدر بار ممكن اعمل الاين تايتل، اعمل حاجه اسمها الاين داش تايتل خلاص. والاين تايتل ممكن اقول له مثلا ليفت، بقى ليفت طيب. وممكن برضو نقاد لي مجموعه من الاليمنتس بشكل عادي، ان انا احط بس نقطه اخليه سنتر ماشي، واجي هنا قبل ال H1 دي وجاي هنا عامل ديفاي خلاص. واجي الديفاي دي اديها كلاس ان هي عباره عن باتنز، بالك باتنز، واحط جواها زرار كده اقول له باتن، وكلاس ياخد شكل الباتن بتاعته بس هنا باتن بس. واكتب هنا مثلا كلوز مثلا يعني هو يطلع طبعا كده الزرار، هو زرار كلوز اهو زي ما احنا شايفين خلاص. ده الزرار وادي يسيب التايتل في النص، وممكن نيجي هنا هو اعمل له ديفاي كمان، وبرضه اديها كلاس باتنز خلاص، واعمل لها جواها باتن. الباتن ده ادي له كلاس كذا حاجة، اولا ان هو باتن مثلا، بعدين عايز احط جواه ايكون فاقول له ايكون، وادي له اسم الايكون اللي عايزها مثلا هي ايون داش هوم خلاص. كده طلعت لي ادي الايه الايكون بتاعت الهوم. وفي الاخير طبعا نفس الكلام اللي احنا شرحناه قبل كده يعني في الهيدر، بس هنا ايون هيدر وبتاع وكلام زي كده. يعني لو احنا عايزين نعمل مثلا، احنا اخدنا قبل كده اللي هو السب هيدر صح ولا ايه؟ ماشي. يعني احنا ممكن نضيف سب هيدر للموضوع، يعني ممكن اقوم جاي هنا احنا اخدنا ايون هيدر بار صح كده؟ كلام جميل. ده الايون هيدر بار، ممكن اعمل ايون هيدر بار تاني تحتيه. يعني جاي هنا كده ايون هيدر داش بار عادي جدا، لكن كده في اتنين ايون هيدر بار. طبعا هيبدا الدنيا هنا تعك، لازم اجي نوت واقوم قايل له كلاس واقول له الاول ده بار داش سب هيدر عشان يبقى مفهوم. ممكن اقول له بار داش اسيرتيف عشان ياخد لون محمر كده زي ما كنا بنقول بار مثلا بار بوزيتيف، نقول بار اسيرتيف. ويأجل في اتش 1 هنا ومايل اي حاجه، قوم بس مدي الاتش 1 اقول له بلس، ده عباره عن تايتل، واقول له هنا ايه سب هيدر. وادي كده بقى عمل لي الايه السب هيدر كله، هيحافظ على المسافه. طب انا بنجيب ايه نيجي شغالين، طبعا ده ما فيهوش مشكله. يعني الهيدر نفس القصه بالنسبه للايه للفوتر، نفس القصه بالظبط بالنسبه للفوتر، هو ايون فوتر بس. يعني ايون فوتر هيدينا نفس النتائج، ونقدر نحط له باتنز برضه، ونقدر نحط له كل حاجه زيه بالظبط زي الايه زي الفوتر. طب تعالى يعني لو جربنا كده ببساطة، يعني بدون ما نخش في وقت طويل، هذا الاين هيدر وهو واخده كده، تعالى كده زي ما انت. هنا ايه كونتنت
وبعد كود كنت عامل بيست هنا، بس كلمة هيدر هنا غيرتها خليتها ايه فوتر، او تايتل وكلاس بار بوزيتيف، كل حاجة عادية جدا. سلاش ايون فوتر بار، وهنا ايون فوتر بار سب هيدر، هنخليها سب هيدر هنا ما بنسميهاش سب هيدر بقى طبعا، هنا ممكن نخليها بس سب فوتر، بس يعني تغيير كده في الكلاس سب فوتر. واقفل كده بس خلاص. بص كده على النتيجة، ادي تايتل تاني، وادي زرار كلوز موجود تحت، زرار هوم موجود، مش عارف كلوز ده مش شغال كده معايا، وادي الكونتنت اهو، وادي الايه سب فوتر عادي جدا مفيش في اي